انا بطلع على الجرايد وبشوف الكلام ده كله وانا قاعد بره، طب هروح استثمر ازاي طيب في البلد دي واصور فيها صح واوسع فيها صح فلوس؟ صح ما هو ده برضو ده بيأكد كلامي اللي هو مسألة الاستقرار السياسي هينطبع بالطبيعة او هينعكس بالطبيعة على الاستقرار الاقتصادي. فدلوقتي في استقرار سياسي مثلا في وزارة الثقافة، هل انت يعني بتؤيد وبتدعم، مش حضرتك برضو يعني بتكلم عموما يعني، التظاهر السلمي وحق مكفول اكفاله قانون الدستور؟ كنا طبعا متفقين على وعلى فكره مش جاي من ثمره دكتور مرسي، لا هو حافظ على هذه الثمره، لكن جاي اصلا من ثوره 25 يناير. يعني تمام ثوره 25 يناير اللي اسست الى حريه كامله مع تحفظي الشديد لان سقف الحريه في المغالطات والتجاوزات اللي تمت من قبل، لا طبعا انا ما علقتش، انا بس احنا طبعا هنوه بنسمح دلوقتي. بالتظاهر السلمي بص بص وبالاعتراض يعني المحترم. انا عايز اقول لك حاجه، انا بشكر فعلا حمله التمرد لانها بينت الصوره الحقيقيه للشعب المصري. يعني انا لا اتجاوز ولن اتجاوز في حق حد، لكن الصيغه اللي هم طلعوا بيها البيان والتجاوزات اللي تمت فيها في حق رئيس الجمهوريه بغض النظر اتفقنا ولا اختلفنا عليه، لانه في يا الاخر فندم رئيس بس الجمهوريه هو في بيمثل الاول وفي الاخر حركة تمام مش بتمثل الشعب المصري، اللي هو يعني هي بتعبر عن بتعبر، رأيها ما انا وعن عشان كده بقول لك حركة هي عبرت عن نفسها بصراحه وبشفافيه قدام الشعب المصري، عشان سواء الشعب بالإيجاب او المصري بالسلب. بغض النظر انا دي القناعه دي او الاقتناع ده، هم الشعب المصري هو اللي هيحقق قناعته بيها هو اللي هيقتنع او ما يقتنعش بيها، لكن هي وصلت رساله قويه جدا. وكان بيتكلم على امريكا، طبعا مصر ما بت لا تحتمل املاءات من احد، احنا السياسه الخارجيه المصريه الفتره اللي كان فيها موجود دكتور مرسي مبنيه على ثلاث محاور اساسيه جدا، المصالح طب المشتركه بس بيننا ما وبين الدول. ردتش عليا لا مش بقى عايز اكمل الكلمه دي في اصلا، الجزئيه لو بتاعت ان ما انا احنا هقول لك، ما فيش انجازات ما انا تمت هقول لك في عهد دكتور وهجي لك مرسي على على وزاره مدار الثقافه. السنه اللي فاتت. مش انا ضربت وزاره الثقافه كمثال، ايوه بس انا دلوقتي لما يكون في تظاهرات في كافه الميادين وكافه القطاعات، عمال غزل المحله، وزاره الثقافه، كافه القطاعات تبقى فيها يعني استياء طيب وعدم موافقه على السياسات التي تنتهج من مؤسسه الرئاسه او من هذا الحزب، معناها ان في مشكل هنا، طبعا. في بص هنا تحديات احنا مش عارفين نواجهها. انا هجاوبك بس اديني فرصه عايز اكمل اتفضل يا وجهه فندم. نظر. انا بس في مساله اللي هو الاملاءات الخارجيه ومن امريكا وامريكا لها تدخل، لا مصر بقت الحمد لله دلوقتي مصر ما لا فيش تبعيه ليها غير باراده شعبيه حره كريمه، مصر بقت بتتخذ قرارها من نفسها، مصر حتى كانت في اتجاه ان هي ان شاء الله الفتره الجايه ان هي تزرع قمحها فتزرع قوتها فتمتلك ارادتها، فالموضوع ده مش قابل ان تقول لي املاءات جايه من بره ولا جايه من جوه، الموضوع ده غير قابل للنقاش. نرجع تاني على مساله وزاره الثقافه ومش وزاره الثقافه، وبتكلم على حقيقه التظاهر السلمي وحقه يكفله قانون الدستور، لكن انت مش معايا ان دي بلطجه اللي يروح يعتصم داخل مكتب وزير الثقافه بغض النظر اخواني ولا مش اخواني، هو طبعا لا يمت الاخوان بصله، لكن انت تقر ان الناس معتصمين، معتصم في كل انحاء العالم، ده الاعراف الديمقراطيه الطبيعيه، ارفع اليافطه بتاعتك، اقف قدام الوزاره، اعتصم، قول اللي انت عايزه كله، لكن تقتحم الوزاره وتعتصم داخل المحافظه ويعني ويتصور لي الموضوع ان دي تظاهره وده اعتصام، ده اعتصام ايه ده؟ انا في سابقه تاريخيه لم تحدث على مستوى العالم ان حد بيعتصم وبيمنع مسؤول عن اداء عمله، ده حقهم يجرم ويحاسب عليه، وليه؟ وبيعتصم ليه؟ انا كواحد لغيت انتداب ثلاث اربع افراد، هما لسه هو قام بقرارات، هو لسه قال حاجه، ده مجموعه بتستحوذ زي المجموعه بتاعت مصر ال 32 عيله اللي كانت مستحوذه على الاقتصاد المصري كله، برضو مجموعه في وزاره الثقافه تبص فندم. تحط ايدك هو هنا، حضرتك هقول لك بس حضرتك بس هقول لك حقائق دلوقتي. هو المشاريع الاقتصاديه الخاصه بالمهندس خيرت الشاطر، المهندس حسن مالك، مش المشاريع دي كانت ايام النظام السابق كانت شغاله وبتكسب وبتحقق ارباح؟ طب ايه اللي يمنع ان انا راجل اقتصادي؟ طب هو ايه المشكله برضو حضرتك ان يبقى في مشاريع اقتصاديه خاصه؟ بس ما حدش بيحط ايده على 20 30 الف فدان هنا، ويحط ايده على 40 الف فدان هنا، ويحط ايده على 26 الف فدان، يبقى 8 و5 مليون جنيه. انا مش فاهم، هرجع انا للنقطه دي ماشي بس نروح الاول الاسكندريه.